كالعادة معانا سؤال حلقة. الحقيقة يعني سؤال حلقة هياخدنا كده لشكل العلاقات الأيام دي، بنشوف حاجات غريبة الحقيقة. فده هياخدنا لسؤال حلقتنا النهاردة اللي هو إيه؟ على أي أساس المفروض نختار شريك حياتنا؟ إيه الصفة اللي المفروض إن هي يعني تخلينا مطمنين كده وإحنا معاه؟ متهيألي حاجات كتير قوي تختلف من شخص لشخص، لكن اعتقد في ثوابت يا عبد الصمد. اعتقد انا بقول كده برضه. انت تعتقد برضه. خلي بالك، هو في نوعين من الاختيار. في اختيار قائم على اللاوعي، وفي اختيار قائم على الوعي. ومن المحزن جدا ان الشخص وهو بيختار شريك حياته تلاقيه بيفكر او بيبص تحت رجليه بعيدا عن طول النظر. يمكن في مثل امريكي بيقول لك وانت بتختار اختار باذنك ولا تختار بعينك، والسبب في ده اللي انت لازم يكون عندك طول نظر. احيانا بنلاقي البنت بتقول انا عاوزاه يكون مجنون، بيسافر، يكون شكله حلو، يكون جاي بقى على حصان، واحنا عارفين جو فتى الاحلام ده يا جمانة يعني. والولد يقول لك انا عاوزها تكون برضو منفتحه وبتسافر وتقول لي بحبك، وجو نشوف بقى بانر كبير ومكتوب عليه احمد بيحب مش عارف مين والحاجات المجنونه اللي احنا بنشوفها دي. لكن على كل حال ده لوحده لا يكفي ان انت تفتحي بيت ويكون البيت ده مستقر. لان من وجهه نظري انا ان 80% ان لم يكن اكتر من اسباب الطلاق هو فكره عدم تحمل المسؤوليه. لازم وانت بتختار شريك حياتك، وهو دي بقى الوعي مش الشكل كل حاجه، لازم وانا بختار شريك حياتي يكون عندي نوع من انواع الوعي. لازم ان انا اختار شخص يكون عنده مسؤوليه، يكون عنده مشاركه، ويكون في نوع من انواع الحنيه ما بين الطرفين اللي هم بيحنوا على بعضهم البعض. لازم يكون عندي كمان يا جمانه، واحنا كلامي عميق شويه ولا لازم يكون عندك؟ تفضل. عندي ولا عندك؟ انا بتكلم على الشخص اللي بيشارك. انا بسمع. لازم يكون المشاركة، لأن احنا النهاردة احنا بنتكلم في بيت. الأسرة دي لما خلاص بقى أسرة هتتكون هيكون في خلفة، هيكون في مسؤولية. المسؤولية لازم تكون قايمة على المشاركة. مفيش أنا، لا، في نحن، احنا الاتنين. احنا الاتنين بعض صفاتنا بنتخلى عنها علشان خاطر العجلة تمشي زي ما بيقولوا، أو البيت يمشي. يعني زي بيقولوا كده التنازل. يعني بالضبط، التنازل أو المواءمة. بلاش التنازل، المواءمة. صحيح. يعني بص، أنا عارفة أنت هتسألني السؤال ده وعملت سألوني من بدري. بس أنا هقولك، أنا بالنسبة لي أنا يعني في الأول كام حاجة كده لازم أبص عليها قبل حتى ما أشوف سمات الشخص أو صفات الشخص اللي قدامي. اللي هي إيه؟ علاقة الشخص ده بربنا عاملة إزاي؟ علاقته بأهله عاملة إزاي؟ علاقته بصحابه عاملة إزاي؟ طريقة التعامل بتاعته مع اللي أقل منه ومع اللي أعلى منه عاملة إزاي؟ صحيح. مع اللي أضعف منه عاملة إزاي؟ الأول نشوف كده طريقة المعاملة دي، العلاقات دي شكلها عامل ازاي، وبعدين نبص نشوف سمات الشخص بقى وصفاته عاملة ازاي. الصفات ممكن تكون نسبية من شخص لشخص او من حد لحد، لكن في حاجات كده اعتقد كلنا اكيد نحب او نتمنى ان هي تكون موجودة في ان كان انت حد ادنى زي ما بنقول بالظبط شريكة حياتك او الشريك عامة في الحياة. يعني عارف، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من القلب. صحيح. يعني فكرة ان يكون حد قريب زي ما احنا كده بنقولها باللغة الدارجة دي، اللي احنا بنقولها برضو بالعامية يكون حنين، يعني يكون بيعرف يتسامح، يعرف يتقبل الآخر، يعرف يتعامل مع الآخر. صحيح. يعرف يتقبل زلات الآخر وأخطاء الآخر. كلنا مفيش حد فينا كامل، يعني كمال لله وحده، كمال لله وحده. لكن كلنا عندنا أخطاء، فلازم نتقبل إن إحنا عندنا أخطاء ونتقبل إن إحنا مختلفين عن بعض. في حاجة مهمة قوي هنا في اللي أنت بتقوليه ده، كلام غاية في الأهمية، بس أنا عاوز برضه أقول حاجة، لأن في بعض الناس يقول لك إيه، خلاص أنا هاخد فلانة والعشرة بتغير. لا بقى، أنا ضد الموضوع ده تماماً. العشرة ما بتغيرش. آه، في حاجات ممكن تتغير، في مثلاً لو هي أو هو عصبي، حد فيهم عصبي شوية، ممكن مع مرور الوقت يبقى أهدى شوية لو عرفنا نتعامل مع بعض، لو بقى متحمل المسؤولية. عشان كده دايما بقولك إيه، أبص بعناية الأول أشوف الشخص ده لما يتحط في موقع مسؤولية هل هيتعامل مع الأمور بعصبية زي ما هو موجود، ولا هننزل على أرض الواقع. أنا برضو يا عبد الصمد عشان نكون واقعيين، يعني عارف الجملة اللي بيقولك يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك؟ بجد والله، يعني في شخص هو ده بقى أسوأ ما فيا، ممكن يعرف يتعامل معاك في عصبيتك ففعلا ما يطلعش الوحش اللي فيك. صحيح. يعني تتعصب وتتنرفز بس يعرف يوقفك عند حتة معينة. في شخص يفضل يضغط عليك
حتى لو مش من طبيعه شخصيتك ان انت عصبي بزياده او بتغلط او بتتمادى في العصبيه، صحيح، يضغط عليك لدرجه ان انت تطلع حتى بعض الصفات اللي مش فيك. فلازم نبقى عارفين زي ما قلت لك امتى نعرف نقف، يعني نتعامل مع الموقف من غير نديه. عشان كده بقول لك فكره ان انت تكون لين، تتقبل ان اللي قدامك ممكن يتعصب، ممكن يتنرفز، ممكن يكون عنده ضغط اي مكان. ففكره انه يكون هين ولين دي مهمه جدا. صحيح. يكون صريح وقادر على المواجهه، يعني يعرف يقول اللي جواه، مش كذاب كمان، ما هي صريح مش يعني مش كذاب، يعني يقدر يكون عنده قدره ان هو يواجه اي موقف، حتى لو غلط يقدر يقول انا غلطت. عنده من الشجاعه ما يكفي لمواجهه الامور. بالظبط، انا اسف خلاص. حاجه مهمه قوي بقى الموده والرحمه. طب يعني لا ده لسه في حاجات كتير. ربنا سبحانه وتعالى حتى قال من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها طبعا. وجعل بينكم موده ورحمه. اهم حاجه الموده والرحمه. ده هيرجعنا للنقطه اللي كنت بتكلم معاك فيها، اللين لين القلب واللين في التعامل نفسه. في كمان يعني في الحقيقه في حاجات كتير قوي المفروض يعني نتعامل معاها. عين الاعتبار. لا كتير جدا جدا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم انه للاسف الشديد، للاسف لو بصينا لنسب الطلاق للاسف عاليه جدا. ليه بقى؟ زمان العلاقه الزوجيه دي كان ليها قدسيه. صح. يعني ما بقاش داخله بروح انه والله لو ما عجبنيش الموضوع عادي وانا ممكن اتطلق. يعني ما كانش فيه الروح دي. دلوقتي احنا بنشوف انه لا عادي، يعني ايه اللي هيحصل، يعني هجرب وما عجبنيش هطلق خلاص. صح. عادي. لا ده الروح دي اصلا عدم لوحدها، تحمل المسؤوليه في حد ذاتها، الروح دي لوحدها كفيله انها تخلينا مش قادرين او ما عندناش الطاقه ان احنا نستحمل بعض. لو بصينا لعلاقاتنا عامه في الحياه، اخوات، صحاب، اب وام مع اولادهم، في مواقف بتتفرض علينا، في مواقف صعبه بنعدي بيها، بس عشان احنا عارفين ان العلاقه دي غير مشروطه، ان كان صحيح. اب وام او اخوات، عارفين ان احنا هنكملها وبنستحمل بعض، ونبقى مدركين انه مهما حصل احنا مكملين مع بعض وعلاقتنا ما ينفعش تتقطع. ما بقولش ان احنا نتنازل، ما بقولش، انا مش مع فكره انه الحب ما فيهوش كرامه، لا في كرامه، ولو حد بيحب حد فعلا وبيحترمه مستحيل يجي جنب كرامته. صحيح. دي مستحيله. ما بقولش نتنازل، لكن بقول نوائم المواقف، يبقى عندنا نفس ان احنا نتعامل مع بعض. انا واحده عايشه قبلك بقالي كتير، وانت واحد عايش قبلي بقالك كتير، فاكيد في اختلافات في شخصياتنا، اكيد في اختلافات في شخصياتنا. قررنا ان احنا نكون سكن لبعض، فلازم ان احنا نكون في نوع من انواع المصارحه. الجمال مش كل حاجه، لان هو الجمال نسبي، الجمال بيختلف من احمد لجمانه. انت ممكن يكون ليكي متطلبات او شكل معين في الجمال، وانا ليا متطلبات وشكل معين في الجمال، لكن الجمال لوحده ما بيبنيش بيت سعيد، ما بيبنيش اسره سعيده. لا الجمال ده لأن والله اساس يعني وعظم الحياه الزوجيه يا جمانة هي فكره الراحه النفسيه، هي المسؤوليه، هي المشاركه، وان هم يتقوا ربنا في بعض. دي اهم حاجه. لازم يكون ابن ناس او بنت ناس، ولاد اصول. وبالمناسبه ابن ناس او بنت ناس، لان للاسف المسمى بقى بيتحور اليومين دول، ملاش اي علاقه بالمستوى المادي. ابن ناس او بنت ناس. مين هو ابن الناس؟ ابن الناس اللي هو ابن الاصول، يعني ممكن تلاقي حد تربى على العادات والتقاليد والقيم والمبادئ، تقعد قدامهم تتعلم فعلا الاصول وتتعلم. صحيح. الاخلاق وتتعلم المبادئ. لازم تكون كمان مبادئنا قريبه على الاقل من بعض. احنا بنشوف ناس من الشرق وناس من الغرب، ولا هطبعها على طباعي ولا هيتغير. مفيش الكلام ده يا جماعه، محدش بيتغير، مفيش. في حاجات ما بتتغيرش، البخل ما بيتغيرش، الانانيه ما بتتغيرش، في حاجات ما بتتغيرش، في بعض الحاجات اللي ممكن نتعامل معاها، وممكن احنا نتعامل والشريك ممكن يحاول يقللها شويه، زي العصبيه مثلا. هنا ممكن دينا يعني ممكن نوصل لحل في النص. صحيح. لكن الانانيه، البخل، في حاجات كده مستحيل تتغير. فخلينا نقول انه لازم نرجع كده لزمان، ونحترم علاقه الزواج. ده مش دي مش تجربه احنا داخلينها مع جدتنا، يعني نمشي ابهاتنا وامهاتنا واجدادنا، ازاي البيوت دي كانت بتعم يعني دايما عمرانه بالخير والبركه وبتعيش. هتلاقي ان هما في مشاركه وبيحترموا بعض، عشان كانوا بيستحملوا بعض. احنا لما بنبص على السوشيال ميديا دلوقتي جدل انه على فكره الزوجه مش من دورها ان هي تطبخ في البيت او تنظف في البيت، والناحيه الثانيه لا الزوجه لازم تنظف في البيت. يا جماعه بمنتهى البساطه، متحامله قوي على الرجاله على فكره. انا خالص على فكره بالعكس، ده انا بقول انه والله لو هو مقتدر تحت اي ظرف هو يجيب اللي يساعدها في البيت. صحيح. ولو هو مش مقتدر تحت اي ظرف هي تقوم بواجباتها في البيت. الموضوع مش محتاج كل هذا السجال على فكره، مش لازم يجيب اللي
يساعدها في البيت، هو يساعدها في البيت مثلاً. على فكرة ده يعني حاجة لا تنقص من رجولة الشخص أبداً، اللي هو يكون حنين على زوجته، اللي هو يساعد زوجته في متطلبات المنزل حتى على الأقل. على كل حال احنا طولنا على السادة المشاهدين أعتقد، بس الموضوع كبير بس جداً، بس السؤال يعني يهمنا اللي احنا نعرف ردودهم يعني بالظبط. وعلى اي حال احنا معانا فقره هنتكلم فيها عن الموضوع ده تحديدا بالتفصيل، احنا مستنيين اجابات حضراتكم. يعني ده جزء حاولنا نختصر انا وعبد الصمد اجاباتنا شويه على حضراتكم. خلينا نعرف كمان اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. مره تانية السؤال هو على اي اساس المفروض ان احنا نختار شريك الحياه، وايه الصفه اللي تخلينا مطمنين واحنا معاه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.